تعرف بمدينة الزهور وتعرف كذلك باسم فضلة، إنها مدينة محمدية تبعد بحوالي 20 كيلومتراً عن الدار البيضاء، ومن أشهر معالمها القصبة، المعلمة التاريخية للمدينة، المعلمة التي شيدها السلطان سيدي محمد بن عبد الله في القرن 18 ميلادي. ظلت المدينة تعرف باسم فضالة إلى حدود أواخر خمسينيات القرن الماضي، بعدما حل بالمدينة الملك الراحل محمد الخامس لوضع الحجر الأساس لأهم وأكبر وحدة خاصة بتكرير النفط في إفريقيا، لسامير، وآنذاك حملت المدينة اسم الملك الراحل محمد الخامس، وأطلق عليها اسم المحمدية. لمدينة المحمدية أحياء شهيرة، منها العالية القصبة، وبين دروب هذه الأحياء قابلنا ثلاث شخصيات لكل منهم بصمته الخاصة وسط أحياء هذه المدينة، ويتعلق الأمر بكل من الفنان الفكاهي محمد مهيول، واللاعب الدولي السابق عبد الله بدار، والزجال عبد الرحيم القلع. سنة 59-900 رأى النور في هذه المدينة الفنان الفكاهي محمد مهيول، الذي اشتهر رفقة صديقه سفاج بالثنائي سفاج مهيول. بهذا الحي المعروف بحي السعادة استقر محمد مهيول رفقة عائلته لأزيد من 52 سنة. لبطل الجزء الأول من حلقة هذا العدد ذكريات جميلة بهذا الحي، اليوم يتذكر مهيول كيف كان الحي في الماضي القريب. هذا هو حي السعادة، السعادة القديمة اللي دوزت فيه المراهقة ديالي والشباب ديالي، هنا في دار الوالدين، وهنا كاين عائلات بزاف في كل دار. عليكم السلام الأستاذ لاباس بك؟ سعيد، احنا كنصوروا في الدرب. مرحبا مرحبا. السي فسريري صديق ديالي. مرحبا مرحبا. وبقى هو شي خمسة الأصدقاء اللي بقوا عندي في المحمدية. مرحبا. منهم هذا الصديق هذا. سي محمد مهيول راه صديق وأخ وعزيز بزاف. هذا السيد قلبه كبير، قليل اللي كيعرف بالقيمة ديال السي محمد. سي محمد تبارك الله عليه كيضحي من اجل الناس، وكيوقف مع الناس، وكتسمع منه الكلام الطيب. بارك الله فيك. صافي، ما عمرك تسمع منه شي كلمه اللي تجرحك، الكلام الطيب. وهذا السيد هذا جا في واحد الفتره، شكون اللي كان فيها هذه الفتره؟ كانوا فيها يعني عمالقه المسرح والسينما. انا غنعطيك واحد كان في ديك الفتره الاولى كان واحد الجيل اللي سابقهم هما هو عبد الجبار الوجير، كان باللقاص الله يرحمه، كان قشبل وزوال، يا سلام ديك الوقت اللي كانوا هاد الناس هادو، كان الدسوكين والزعري، يعني كاع هادو كوميديين اللي دازوا الفتره. من بعد جاو شي ناس اخرين اللي من مور هادو اللي تكلمت لك عليهم، كسعد الله عزيز، كعاجل فلان ومراته الزهراء، كالمهم من بعد عاد جا السي محمد وسفاج وجا فهيد، استاذ فهيد والاستاذ الخياري، يعني هاد الفنانه كاع دازوا معهم في هاد الحقبه، وصعيب باش تكون مع هادو. الله يحفظك وانا عارفك غيور وكصافي. الله يحفظك، القلب كبير، القلب كبير السي محمد، وراك عزيز علينا بزاف. الله يحفظك، راك عزيز علينا ودي السي محمد. الله يكبر بك، الله يبارك فيك، بارك الله فيك. اجيو معايا نوريكم الدار اللي ساكن فيها دابا، دار الوالدين. ها
هذه هي الدار اللي ساكن فيها أنا والعائلة ديالي، الوالد الله يرحمه والوالدة الله يرحمها، إذن دار الوالدين. عائلات ساكنين هنا في دار واحدة، حنا خمسة هاد الوالدة ساكنين في هاد الدار، كاين اللي ستة كاين اللي سبعة. هنا دوزت الشباب ديالي ودوزت الحياة، ولدنا الوليدات وولادنا ولدوا ولينا جدود الحمد لله. حي الشعبي والناس هنا مزيانين مع بعضياتهم. التغيير اللي كان هذه السعادة القديمة كانوا ستة ديور هنا 72 متر منهم الدار ديالنا، وكان ديور 60 شي 10 ولا 12. وهنا كان الزرع دي كانت أنا الطبيعة الفلاحة ديال الليمون الكوال المطيشة هادشي اللي كان. وهنا كانت الغابة والدنيا خاوية هنا، دابا عمرها الدنيا تبارك الله. لا إله إلا الله، هذا هو الدرب اللي تزاديت فيه. هذا الدرب سميتو ديور الخيرية. ديور الخيرية الدار اللي تزاديت فيها هي هذه، والدار ديال جدي كانت هي هذيك اللي دازت فيها الطريق من لهي. الدرب كانوا معروف البيبان ديالو مقوسين شرجمات صوار، والناس شعبيين، وكان التكافل الاجتماعي. مرض شي واحد يجمعوا ليه، شي واحد ما معيدش يجمعوا ليه، كانت الحنانة. وحنا دراري صغار كانت جارة، وهنا درني الجوع امي ما كيناش ندخل عند الجيران ناكل. ولد الدرب ولا بغات تولد شي مرة يجمعوا ليها العيالات شي فرح والقرح. وكان واحد المحنة داك الشيء مقارد. الوالد ديالي كان سميتو عبد القادر ولد الحريزية، بريزيدون ديال الاتحاد المحمدية. وكانت الوالدة من الذكريات كتصبن داك التونيات ديال الكرة وتنشرهم هنايا، وتجمعوا العيالات هنا ينقيو الزراع ويتحتوا وتفكروا أيام زمان. وكان داك الشيء جميل جميل جدا. أنا حسيت بواحد الشعور جميل جدا، لأن مع المشاكل الدنيا وكذا الإنسان ما كيجيش بزاف، الأفضل كيرجع لكم، لأن جتوني الدرب اللي تزاديت فيه. لا تبارك الله على الأستاذ. اهلا وسهلا، لاباس اخويا؟ بخير. هذا هو الدرب، هذه الصوارة، هذا ولد هذا المنطقة. نشكر السي محمد اللي جاء عندنا واللي ضيفنا هذا النهار، وهو ماشي هو ضيفنا بل حنا اللي غادي نضيفوه دابا في الحي ديالو، فين تزاد وفين كبر وفين ترعرع. السي محمد كبر معنا، كان كيلعب معنا الكرة، لعب معنا المينيك، لعب معنا الدينيفري، لعب معنا عمود السلك، عقلتي عليه. كانت هنا هذه المنطقة، هذه كانت بأن هذه هي الحدود المحمدية، كان هذا الحي هو الحد المحمدية. يعني هنا اللور كان، هنا اللور كانوا غير الزرادي، كانت غير كانت غير الخروب، الخروب وكانت سميتو يعني الفلاحة يعني بجميع المكناس لابطة، وكان الكاريان اللي الكاريان وسوق الكلب. هنا ما كانت الشوطية هنايا. يعني هذا راه حي عريق فين ترعرع السي محمد، وهنا فين خدا هو ديك النظرة الفنية ديالو اصلا. السي محمد تبارك الله عليك، الله يحفظك، نتمنوا لك نجاح. الله يجازيك على هذه الكلمة اللي قلتي في حقي، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم خويا. ودابا غادي ندوزو للبداية الفنية، وغنبداو بواحد السينما كيعرفوها ولاد البلاد، سينما الريكس. في مدينة المحمدية كان الاهتمام متزايداً على القاعات السينمائية، ومن أشهر قاعاتها سينما النجاح وسينما الريكس، التي تعتبر أول قاعة سينمائية بالمدينة، والتي شيدت سنة 48-900 ألف. تقع هذه السينما بشارع فرحات حشاد بحي المرسى، ولا تزال بنايتها لحد الآن. لمحمد مهيول ذكريات بهذه السينما خلال ستينيات القرن الماضي،
اليوم يحكي لنا مهيول واحدة من طرائفه بسينما ريكس. هذه أول سينما كانت في المحمدية، كانوا كيدخلوا لها بستين فرنك 12 ريال. هاد السينما كانت كتجيب أفلام داز هنا الضحك ديال بصح مع شارلي شابلاه ومع لويس فينيس وليكاتر شارلوك، ودازوا الأفلام ديال الخلعة، دازوا مع الهيتشكوكيات شي حاجة اللي لا سسبانس وليستوار، وداز حتى الأفلام بكاو الناس هنا في أفلام هندية مترجمة بالدارجة بحال أمنا الأرض، بحال اليتيم، بحال دوستي الصداقة. كانت جميلة هاد السينما وعندنا معها ذكريات. أنا ما كنتش كنخلص لأن كان ولد ابنا هو الأوبيراتور هنا، وكنا كبرين في الدرب بحال العائلة، وكانت أختو عزيزة علي صغيرة كيجيبها تفرج فابور، كانت أنا كيجيبني معاه، وكنا نجلسوا في واحد الكرسي القدام ديال السيما كنا نتسابقوا عليه. ودابا الحمد لله مشات السينما لا في المغرب كامل ماشي غير هنا، من هنا من هاد السينما فين أنا حبيت الفن، وكنشوف الممثلين كيفاش كيمثلوا وهذا وتأثرت. فبديت كندير داك الشيء في الزنقة في المدرسة، وبدات الهواية ديال الميدان الفني في هذاك التاريخ. دخلت أنا عند واحد السيد العامل الله يذكره بخير باش نخدم بوحدي ندير مونولوج بوحدي، بقى مهيول برا. قال له باقي شي حد من هذوك ديال التمثيل؟ قال لي اه. قال له باقي واحد السيد راه سميتو امي دخلنا. اذا الثنائي تخلق صدفه. انا جايك هذا هو بيت القصيد، هذه هو اللي خص يعرف اللي كيتعاطف معنا وكيبغينا وبغي يعرف علينا. هذا هو الواقع ديال السفاج ومهيول كيفاش تلاقاو. وقفنا قدام السيد العامل كيشوف في الاخر ودنيه كيجلف هاد ديال الليمون حدايا، وانا مشي هكاك داك طويل واحد قصير. اه ديك الشوفه او استاذه الكريمه، ديك الشوفه ديال داك السيد العامل اللي كيهز عينو في الاخر طويل ورقي، وكان سلسول ديال سترديله هو في البدايه ديالو. والله ما نكذب عليك، عاقلين عليه راه هادشي كلشي تتعاود حنا عاقلين. تمام. ايوا هو واقف حدايا وكيشوف هذيك الشوفه. قال لنا واش غتخدم انت بوحدك وبوحدك؟ قلت له عطينا واحد المهله للتفكير وغادي نرجعوا لك. خرجنا اتفقنا على اننا غنقدموا واحد سكيتش، يا نجحنا فيه غادي نكملوا المسيره ديالنا، يا ما نجحناش فيه بشروط، يا ما نجحناش فيه غادي نحبسوا حد هنا كلش الطريق ديالنا. الصدفه وحدها جمعت الثنائي، لكن قبل الوصول الى مرحله تاسيس الثنائي السفاج مهيول، من هذا المكان انطلق عشق الخشبه والوقوف امام الجمهور بالنسبه لمحمد مهيول. البداية ديالي كانت في المخيم الحضاري المرسى، ما كانتش دار الشباب في المحمدية، ما كانتش دار الشباب هذيك الساعة، كان المخيم الحضاري هو البداية ديال تما فين تعلمنا المسرح. كانوا شي ثلاثة الجمعيات في هذيك الساعة، منهم جمعية شباب وعمال، أنا كنت معهم هذيك جمعية شباب وعمال، وعلمونا بزاف ديال الحوايج من غير التمثيل، داكشي الاناشيد، داكشي ديال لي ماريونيت، المسرح الطيف، علمونا بزاف ديال كانوا اساتذه الله يرحم الله يرحم. من بعد سيدي كان بحمو علمونا تناكلو فرشيطة والموس، وعلمونا كيفاش ننقيو حالتنا ونعومو، وخا صابونا هاد الحجره حوجات واخا قدام كيفاش يتخيطوا البس ماشي عيب، وهذا وعلمونا الاداب بزاف. وحداها البحر، وهذاك البحر كنا كنديروا فيه الالعاب وداكشي. تبنات اول دار الشباب في مدينه المحمديه. هاد دار الشباب المناسبه كان سيدي مؤتمر ديال الوزراء الشباب العربي هنا في المحمدية، وملي في ميرامار ميريديان داك الوقت راه تسد هذاك المحل. هذيك الساعة تأسست أول دار الشباب 1979، وسموها هذيك الساعة دار الشباب العربي، و
وحيدوا ديك الشباب من بعد. هي هذه أول دار الشباب تبنات، دار الشباب الشباب العربي، دابا بقات دار الشباب العربي. هذه البداية هنا اللي بدا بديت فيها الاحتراف ديالي وتعرفت فيها من هاد دار الشباب. وجو معايا نوريكم الخشبة. الله، الذكريات الجميلة، ذكريات الشباب. هذه هي القاعة اللي كنا كنديروا فيها الأنشطة، كان كيدوزوا سهرات وحفلات وعروض مسرحية هنا في هذه القاعة هذه. وهذه هي الخشبة اللي تعلم فيها ما هو المسرح، ومنها بدأ الاحتراف. هذه اللي بديت الاحتراف من هذه الخشبة هذه، احتراف في الميدان المسرحي والتلفزيون والكاسيت والكاسيت فيديو لا جبت وزنا هنايا. كانوا أساتذة الله يرحمهم، النعيم الله يرحمه، حوري حسين الله يرحمه، أساتذة الله يرحم الله يرحم هما اللي علمونا الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمات. وبزاف الاعمال دازت هنا، وانطلاقه كانت هنا لا ديال المونولوج ولا ديال الومانشاو ولا ديال الثنائي ولا لا 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 لا. كنا نجيو هنا للقاعات ونصوبوا الاعمال، الاعمال كلها تصوبت هنا في هذه القاعه. هذه هي المدرسه الكبيره اللي دوزت فيها الشباب ديالي، ومهيول داك الموتير هنا هنا فين تعلمنا مع أساتذة الله يرحمهم ويجدد عليهم الرحمات. فهاد الخشبة لعبت مسرحية العيني عطاته ليهم، ولعبت العجاج في الخشبة مع حوري حسين الله يرحمه، ولعبت صرخة عبدو الكراكيز، مسرحية فردية من تأليف وإخراج حوري حسين الله يرحمه. لا أعرف كيف يصاحبني الهلع والخوف من جراء هاته التقمصة الملعونة، يفرض علي أن ألبس هنداما نقيا ورابطة عنق، رابطة عنق كالمشنقة تجرني إلى إسطبل يسمى الإدارة. بارك عليك. المحمدية إلى جانب الفن أنجبت مجموعة من الأسماء الرياضية وخاصة في كرة القدم، فهذه المدينة كانت مزوداً رئيسياً للمنتخب الوطني بمجموعة من اللاعبين، نذكر من بين هؤلاء حسن مشراط الملقب بعسيلة، وأحمد فارس، ورشيد روكي، ونور الدين زياتي. وضمن هذه اللائحة نجد اللاعب عبد الله بدار، أحد لاعبي المنتخب الوطني في مونديال مكسيكو سنة 86 900 وألف. يدخل الآن في دقيقة 42، واللي غيدخل هو اللاعب بدار ديال أولمبيك خريبكا. بدار هذا كان ضمن مجموعة الشبان اللي فاز بكأس الصداقة. عبد الله بدار من مواليد 64 900 وألف بحي لاكولين، انتقل بعد ذلك لحي السعادة الذي عاش فيه قرابة 50 سنة. هو الدرب اللي سكنت فيه تقريبا المدة ديال 45 سنة قبل أن زدت جيت لاكولين، وسكننا سنتين تما، عندي سنتين متحولنا هنا، عندي 9 سنين وعندي هنا جيت لبقى السعادة، دابا 45 سنة تقريبا ديال الدار ديالنا هنا فين ندوز 45 سنة. وهاد الحومة هنا كما كانت كنسكن هنا، وما كنسكن هنا في هاد الجاردان، وهنا فين كنت كنسكن لا بيبينير ديال الفوتبول، هنا فين كنلعبوا كورة هنا الصغار، وحدنا كنكبروا ناخذوا لي سباس كبير، والبلاصة فين كاين المسجد هذاك سيتي لو غرون تيران.
سي لا جي كومونسي. كانت السعاده مشهوره ذاك الوقت، كانت فيها جمعيه رياضيه للاشعاع الثقافي، فنادي سينمائي، كانت فيها جمعيه مسرحيه على الاقل، كانت فريق ديال الهاندبول زياده على كره القدم. كره القدم كان فريق محلي للدرب السعاده، وهذاك الفريق هو اللي انا بديت فيه المسار ديالي في 1981 82. وهنا هذا الدرب السعاده عطى كثير من اللعابه، من غير هنا عطى كاين جوهري كريم، كاين سعدان، كاين قاسم نور الدين، هذو جاو من بعد انا قبل منهم، وكلهم تقريبا كلهم بداوا تقريبا هنا في هذه المنطقه هذه، يعني في التيران الاول كان عندنا كبير محبد عندنا هو التيران كان فيه في المسجد، كنا كنمشيو كانت الشبكه هنا كما نقولوا هنا البوط هنا دوزيام بوطون فا اللي في الجاردان كان سميه ميني فوت، بحال هنا فين سقلنا المواهب ديالنا، والتيران الكبير كنلعبوا فيه اونتر كارتيير سيتي لا ويا لا موسكي، وانا هنا هذه الطريق اللي كنمشي منها وكنقص الملاعب العاليه تما كنت كنكمل فيه التدريب ديالي بوحدي، يعني لمده ساعتين تقريبا كره وحارس واحد المده ديال سنه، وتما فاش مشي ادابتي لو جو في التير باتي اللي عاونتني ساعتين مشيت لخريبكه. وكما قلت لك انا مدينه المحمديه وخصوصا درب السعاده كان فيه جمعيه ثقافيه ورياضيه مزيان مكوناتها، ومن هنا من غير انا جا القاسم من بعدي تولى في الجيش الملكي شباب المحمديه والرجاء، جا مورايا جوهر تولى في شباب المحمديه، جا مورايا دابا كاين ولد سميتو البهجه حتى هو كاين بزاف لعبه، كاين واحد اللاعب خوزين في يعني كل سنه سنه او بيريود بان كتلقى واحد اللاعب من, من 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 السعاده الا كيمثل فريق في الفرق الوطنيه او المنتخب. وانايا دابا غنمشي نوريكم البلاصه ديالي فين كندوز في هذيك الساعتين ديال كره القدم بوحدي، لان ما عليه لعبت لاميني من لاكادي لا جينيرال، كنت ديما حارس رسمي ديالي من الحي، وكنت ديما الكره ديالي ملك ديالي خاص، وغادي نوريكم دابا ملي كنت كنقز وكنمشي ليه ونتمشى معكم. فوالا سمع عماد مدينة المحمدية عرفت بتوفرها على عدة ملاعب، والتي تعلم على رقعتها عبد الله بدار أبجديات كرة القدم في سبعينيات القرن الماضي، ومن بينها ملعب سيس، ملعب العقبة، ملعب فضال سبور، وأيضا ملعب العالية حيث نتواجد الآن. هذا هو الملعب اللي بديت فيه انا تقريبا كبر من هادو شي شويه انايا الاج ديال 14 اون، وهاد دابا هادو راه كيحضروا انهم عندهم امتيازات انه ولا ملعب اصطناعي، اما فوق ديالنا حنايا الاج ديال المراهقه 15 16 17 كان تير باتو، وانا كنتذكر بان كنت كنقز من اللي كما تنقولوا نقز من ديك البلاصه اللي من الدار وكندخل كما قلت لكم ما لعبتش في فئه الشبان ديال الشبان لا مينيم لا كادي لا جينيور لا والو، انا كنت كنستنى كنت كنجيب الكره ديالي خاصه بيا وكنجي نستنى حتى يسالوا فئه الشبان ديال شباب محمديه واتحاد المحمديه، كنجي مع حارس وكنبقى نتير عليه هنا من ديك الجوج هاد الشبكه هادي من الزوج، وكيمشيو اللي يقراو الزوج جو مع الربعه كاين بعض المرات الربعه والربعه كيلقاوني مازال كنتير هنا، يعني ثلاث ايام اربع ايام في السيمانه مده ديال عام وشي حاجه، واللي كانوا تيضحكوا لي من الحي ديالي كيقول لي انت فين باغي تلعب، ومن بعد سبحان الله العظيم ملي حصل لي الشرف اني مشيت لعبت خريبكه هذوك الناس من الاول كيجيو عندي كيباركوا لي يقول لي داك الشيء اللي كدير الى دوني سي فلوي. ملي وقفت انا هنايا وشفت هذا البوطو هنا وهذا الشيء فكرني في ايام اللي كنت فيها انا نيت شاب صغير باقي ما عرفتش كاع واش غنكون عندي مستقبل كروي ولا هذه، واي واحد داز هنايا ومن بعد نجح نوعا ما في المسار ديالو الا كيكون مفتخر به. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. انا نقدم لكم السي الصبار حميد كان لاعب سابق ديال الاتحاد المحمدي والعمه في شباب المحمدي وشباب المحمديه، ودابا كيشرف على اكاديميه كره القدم ديال شباب المحمديه يمكن منظمين هما هنايا تما مشى كيف التورنوا. عبد الله كانت اول حاجه هو ولد الدرب، لان سي عبد الله كيسكن هنايا انا كنت كنسكن هنايا في دار مراكش، يعني بيناتنا الملعب هنايا كنتلاقاو هنايا في هذا الملعب راه كان غير الملعب ديال التراب، وهذا الملعب هذا دوز لعابه كبار في مدينة ديال مدينه المحمديه وفريق شباب محمديه اللي فريق شباب محمديه كان كيلعب البطوله ديالو هنا ايامات فراس ايامات عسيله ايامات الدادي ايامات الرعوده مرزاق ناصيري هذا دوز هنا
وفريق اتحاد المحمديه تو كان كيلعب هنايا المحمديه حتى ولا فيه تو دوز حسين اللي معروف باللحيه ديال اتحاد المحمديه دوز البوشي دوز بروجي الله يرحمه كل الناس لانه هذا الملعب هذا هذا الملعب هذا كان كيجمع فرق ديال الاحياء في واحد الفتره ديال رمضان واحد الدوري كان رمضاني في رمضان وكان الدوري ديال الفرق ديال الاحياء السعاده لانه يمكن كيسكن عبد الله دار مراكش كانوا فيها ثلاثه ديال الفراقي كانوا فرق هنا في مدينه المحمديه وكانوا كيدوز هذا الدوري في رمضان كان كيدوز من احسن دوريات من هنا كيمشيو اللعابه للفرق الاولى هذا الملعب هذا كان كيتملى لا بيبينير ديال الجمهور ديال المحمديه الاتحاد المحمديه شنو هذه هذه اللي جمعتني في الطفوله مع عبد الله وجمعني عاوتاني معاه فريق ديال الشباب المحمديه اللي لعبت مع الشباب المحمديه وكنت معاه ولازم قبل مني انصح على القضيه لان الصبار ماشي لعبت معاه غير في الاحياء والشباب المحمديه الصبار كان معايا في البريباراسيون ديال لعب كاس فلسطين في الجزائر كان معايا المنتخب الوطني الشبان مع السي عبد الله ملاكا ودار معايا التربصات كامله في اسبانيا ومقابلات وديه كامله غير كان وقع واحد المشكل وما كملش المسار ديالو معنا في المنتخب ما هو دوز معايا ولعب معايا مقابلات حبيه كثيره وكنظن من موراها ملي جيت للشباب المحمديه لقيتو حتى هو نقاش في اتحاد المحمديه وحصل لي عاوتاني لعبت انا وياه الشباب المحمديه وساهمنا في الصعود ديالها وهذا كان هو اخر المسار ديالي مع جمعتني مع الفريق مع عبد الله كذلك فريق اولمبيك خريبكا خريبكا هكا وي انسيدا لانه ملي كان في خريبكا هو جمهوريا لعب خريبكا وي كذلك المنتخب المحلي ديال هنايا منتخب الشبان ومنتخب المحلي بداية اللاعب عبد الله بيدار لم تكن بفريق شباب المحمدية بل كانت بأولمبيك خريبكا ثم الجيش الملكي الذي توج معه بأربعة ألقاب في ظرف سنتين لينهي مشواره عميدا بهذا المستطيل الأخضر رفقة شباب المحمدية الذي شاركهم فرحة الصعود للقسم الوطني الأول. نعود لكم أن المسار ديالي الرياضي كأي لاعب مغربي بدأ بطبيعة الحال في الأحياء الشعبية وفي بالضبط في حي السعادة ومن بعد طورت كرة ديالنا في الألعاب المدرسية ومن تما احتكيت بعض اللعابة ديال فريق الشباب المحمدي في ذاك الوقت كانوا هما يعني كما نقولوا موقعين مع الفريق الأول وارتبطت معهم علاقة ديال الدراسة ولما حرزنا على البكالوريا لأن ما لعبتش أنا في فئات الصغرى كاع ما لعبت لا ميني لا كادي لا جينيور لا والو يعني غير الألعاب ديال الحي ديالنا والألعاب المدرسية وبالفعل من حرزنا على البكالوريا تقريبا شي خمسة أو ستة لاعبين من الفريق الشباب المحمدية واتحاد المحمدية كاين اللي باقي حيين الله يطول عمره كاين اللي مات الله يرحمه بحال الأخ الشرطاوي كنا كنديرو مقابلات بداتنا في البحر واحد المرة درنا تورنوا وكان شي مسؤول تما ديال أولمبيك خريبكا كيسكن تما شخص سي العفيري وكان مع شي أشخاص أخرين من أولمبيك خريبكا كانت واحد الدوري منظم في البحر تما من طرف بن سليمان مدينه بن سليمان يعني المجلس البلدي وحنا الفريق ديالنا ديال الحي اللي مكون من حنا افراد غير منتمي لاي فريق زائد دوك اللعابه القدام ديال الشباب المحمدي بما فيهم مثلا ناصيري بلاوي جرار كانوا بزاف الاخوان كنا لاعبين تما دوك الناس اهتموا بيا بدا يسولوا شكون داك اللاعب قال لهم ديك مام سيدي ما والو يعني انسان ليبر اتصلوا بيا مشيت لمدينه خريبكا يعني المحطه الاولى ديالي واخا انا مدن محمديه ما لعبتش في الشباب المحمديه واخا انا متواجد هنا في الملعب مشيت لاولمبيك خريبكا بالنيه ديالي انا ندير كما نقولوا التيست ايوا انا محمديه تقريبا داك كان عندها تيران كما نقولوا ديال التراب تير باتي اللي هي خريبكا نفس الشكل ما كانش دوم تيران مع شوشب يعني لقيت التيران ديالي بحال ديال بحال كنلعب في محمد المحمدي بحال في حي ديالي اهتموا بيا ووقعوا لي تما بدا المسار ديالي الرياضي مشينا لخريبكا دازت واحد دو سومان وما يعطوني المنتخب ديال الشبان يعني انا كنبغي نركز الناس اللي كان واحد الخلط في شويه في المفاهيم كلشي تي حساب لي مشيت للمنتخبات ملي التحقت فرق جيش ملكي لا من اولمبيك خريبكا مشيت لمنتخب الشبان اول مشاركه ديالنا كانت في كاس فلسطين بالجزائر يعني من اولمبيك خريبكا مشينا شاركنا المشاركه تما جينا من اولمبيك خريبكا ثاني مشيت شاركت في كاس الدوحه قطر للصدقه كان فيه يعني شكل موديريتو كان مشاركه فيه مثلا منتخبات برازيل ايطاليا الاوروغواي المانيا الجزائر شقيقه مصر قطر والمنتخب المغربي وانا هذيك اللحظه كان حصل لي الشرف انني كلفوني كان شرف وتكليف اني نكون عميد فريق وحرزنا على الكاس والميداليه يعني باش ناكد يعني من اولمبيك خريبكا
وفي ديك الفتره كان المنتخب المغربي كي تاهل الكاس العالم 86. ملي جيت لجنة المغرب عطوني فرصه ديال نتمرن مع المنتخب الكبير. من بعد العوده ديالنا استقبلنا انا داك صاحب ديال المرحوم الحسن تاني الله يرحمه، استقبلنا هنا وتم اتصلوا بيا فريق الجيش الملكي. انا كيحسب لي غير وكذاك ماشي شي حاجه او سيريو. كنا درنا واحد التدشين ديال العماله ديال عين السبع. كنتصل بك ساكن دحان، كان ديك الساعه كان الجنرال سي حسين سليمان هو اللي كلف دحان، قال لي تجي عندنا ان شاء الله الجيش الملكي. قلت له ودي انا ما نقدرش دابا، انا مع خويا بكا نتعاطى مع خويا بكا وباقي ما بزاف د الحوايج، وانا باغي مازال ندير كيما نقولوا كارير فوتبوليستيك. بالفعل الجيش الملكي خذ الاوراق ديالي من فريق اولمبيك خويا بكا، وقعت او وقعوا لي كيما وقعت في الجيش الملكي. في هذيك الفتره ديال الجيش الملكي ديت معهم في 87 شامبيونا، يعني في مصر ديال الجيش الملكي جوج بطولات جوج كؤوس العرش. ومن الجيش الملكي كما نقول لك ناكد لك جيت مع ديك وقع بيناتنا مع ديك مسيرين، ما بغاوش يطلقوني شي فريق في الدرجه الاولى بريمير ديفيزيون. هنا ملعب بشير كانوا كيعطيهم لهم الجيش المحمدي، الجيش الملكي كان كيتصلح الكومبلكس. قال لي امرين، تمشي للمحمديه صافي، فرقه اخرى بريمير ديفيزيون مشيت لها. وهنا في جيت ما كنشوف ورايا هو الملعب هذا، كنحصل لي الشرف تو اني نلعب فيه. هنا ملي جيت شباب محمديه لعبت معهم، جيت تقريبا في الميركاتو، قرب الميركاتو كملت مع ديك لاني. كان معنا واحد المدرب سميتو فويكا سان غوما، مشى في حاله. العام الاخر لعبنا اون فيزي لا مونتي، كان معنا السي العماري الله يرحمه، وهنا فين لعبنا التيران. دابا شفتو ملي صلحوه هاد الخضوريه فيه هي الخضوريه للزمان. وهنايا فين عبد العبد العبد كيما نقولوا ضعيف، ساهمت مع اخواني بزاف انني في الصعود ديال فريق الشباب المحمديه، وحصل لي الشرف اني خديت الشاره ديال العميد هنايا، لاني باش تكون في مدينتك المحمديه وتجي في اخر المسار ديالك الرياضي وتكون تاخذ الشاره العميد وتساهم في الصعود ديال القسمتين الاول، يعني راه شيء كثير. وهذا الملعب هذا عندي مع ذكريات كبيره، لان كما كنظن نوريك هنايا انا كنت كمحب كجمهور ديك الفتره قلت كنت في الدراسه، هذاك هو المكان المفضل ديالي فيه. حنا كنا كانت واحد الظاهره في بلاد المحمديه وهي كانت زوينه، كانت حافز للاعيبه، لاعب ديال الشباب المحمديه كان هنا خاص بالناس ديال العاليه، وهنا خاص بالناس ديال القصبه او ما يعرف المرسى. وهذيك التنافسيه فيهم في تشجيع فريق واحد هي كانت كتحفز اللاعب ديال الشباب المحمديه، الشيء اللي فقدناه دابا. هنا ولات فيهم تنافسيه في برا، مضاربه بيناتهم برا ومضاربه هنايا، وكيفقدوا ديك اللاعب ديال الفريق المحمدي داك التشجيع ديالهم، فهمتي؟ وانا كنت كنمشي لهذيك البلاصه كنلقى عليها، هنا كنعرف المشجع الحقيقي ديال الفريق المحمدي. هنا كنا كلنا ناس ديال العاليه هذه بلاصتنا، وسبحان الله فيما كندخل من التريبيون هذه بلاصتي هنا. وهنا نقول لكم واحد القضيه، واحد حاجه طريفه، كنت كنريح ليا الفوق ولعب الشباب المحمديه مع باير ميونخ هنا، وانا كنشجع مع الطلبه ديالنا خلقل ديال 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 الجولان هنا. وكنشوف لاعبين، واحد السيد كان لاعب معنا كيقرا معنا في الجولان سميتو اوفي، ان غرون جوور كان باريير غوش ضد لي غرون جوور باير. وانا هنا يعني ناكد لكم وربي شاهد ما اقول، هنا في ديك الفتره ديك الساعه باقي ما مسيني وكنقرا ايتوديوم، قلت علاش انا ما نلعبش كره؟ يعني ديك التكليك جاني هنا في ديك الفتره في هذه البلاصه هنا، كنت مريح هذه هنايا سير ان كارتون، وجي بري ميم لو كارتون، جي كومونسي نشجع في شباب محمديه بالكارتون. وهنا ملي كمل الماتش قلت علاش انا ما نلعبش كره القدم، ونوصلت انا نلعب في التيران، ما قلتش نلعب الكرون قلت نلعب في التيران. وهنا فين خلاتني تحمس هنا سيفر هنا نوريك المكان. ها وهنا كان واحد ملي كتغوت هكا كان ليكو مع الكارتون بحال يقول الشباب كتسمع. هنا هذا هو المكان ديالي جو مارا بيردي به، مركت فيه مرارا، مرارا مركت فيه هنا. سي بون سي بون لي زونفون فوالا. هنايا من بعد موريتكم المسار ديالي الكروي، وفين يعني فين خلقيت وفين كبرت وفين تعلمت كرة القدم وفين مارست. هنا جات تكون المكان ديال العمل ديالي، هنا فين بعد ما حصلت على الدبلوم ديالي كامل تقريبا، خديت حصلت على الدبلوم السي والدي والبي سولي جي دو لاكاف. وهنا حصلت العمل ديالي مع اصدقاء ديالي كانوا
كانت عندي علاقه معهم كرويه، يعني اما مارسوا معايا اما مارسوا بعدي في فريق شباب محمديه. وكادونا واحد منهم نيت سي صافا كبير صافا على فاس الله يفاكك جي بخيرين صافا هما دير الله. يلا كملت مع لا سيونس ديال اوجوردي داك لو تيم ديالنا في لا فينيسيون طراب ان تي بو دي بار ان تي بو لا بانوبلي تكنيك ميثود كورفير كومباني puis après on fait des exercices séparément et là c'est un petit match voilà j'ai fini la séance هذا لعب طريق لعب فريق شباب محمديه ومن بعد نحن جنرالسيون هو صغار مني شويه ولعب في فريق الوطني المغربي وشارك في كاس افريقيا في تونس اللي ما ساعدناش حظ فيها واحترف وديك الساعه كان محترف في سويسرا احترف في انديه كبيره يعني مثل سوي هذوك سيرفيت جنيف جو بونس لوزان زوريك وهو الوحيد اونتر بارونتيز اللي دخل الكونسيبت ديال لا ميثود كورفور ولا انستالي سي جو بونس هو يومي بلاصي كوم ابري فو باري قال لكم عليها ان صاف اكادير جو بونس دار تيست مع حوسه ولا في محمديه دار بارتنري مع السي الحلو نيفو دي كلوب لانوريا اي فو فوي الانفراستركتور هنا الى ايديال هو تعود على ليه يعني شان عاش اوروبا ماشي كان غير بلاد حنا اون بلان ايفولوسيون ان شاء الله الحمد لله ايفولوسيون ولكن اختار زوين مسقط الراس ديالو مع ناس مسقط الراس ديالو وحتى حنا كنتعاملوا معاه ان انا واحد السي الاخوان كلهم غادي نقدمهم لك كنا حنا من مدينه محمديه سي عبد الله يعني ديك التجربه ديالو الكبيره اللي 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 بصم عليها مع عده فرق مغربيه وخلى واحد طابع يعني واحد خلى واحد يعني واحد سمعه طيبه الحمد لله حتى ذاك المسار ديالو مع المنتخب الوطني يعني كان واحد المسار حافل بعده انجازات ديالهم فلقينا فيه الشخص المناسب اللي ممكن انه يعني يعاوننا في يعاوننا في سميتو في يعني في هذا العمل اللي احنا جايين نقوموا به عنده تبارك الله يعني دبلومات يعني ديال لاكاف اللي كتخول لي انه يعني يدير واحد العمل اللي يعني اللي في اللي كنتسناه منه وباش يجيب واحد الاضافه لهذه المجموعه اللي كنشتغلوا معاه. الهدف ديالنا الاسماء هو ان هاد الوليدات هادو الصغار نكونهم باش غدا نلقاوهم في الفرق الاولى ويلقاو في الكره الوطنيه او الكره ديال المحمديه اول ايطاب ومن بعد ذلك علاش الكره المغربيه في المستقبل ان شاء الله. مدينة المحمدية لم تكن معقلا للرياضيين والفنانين فقط بل هي مدينة للكتاب والشعراء بامتياز. الزجال عبد الرحيم القلع صاحب 4 دواوين أهمها الديوان الزجلي الراس بحر يعتبر من الأسماء الزجلية التي عاشت بين دروب المحمدية. هو من مواليد 1958 ازداد وترعرأ بدرب مراكش الذي يعتبره عبد الرحيم واحد من الدروب العتيقة بالمدينة. الله عليك يا زمان، هذا هو الدرب فين تولدت وفين كبرت وقضيت طفولتي اكثر من 20 سنة هنا في هذا الدرب هذا، ودابا غنمشي نشوف الدار فين تولدت وفين تزاديت وفين كبرت مع الاخوان هنا. با عزيز عبد الرحيم بخير بخير وطيبة انت العائلة بخير الوليدات امور مزيان الحمد لله بارك الله فيك. كاينش انشطة الاول موجود الخير ما الكتابة وقرب ان شاء الله كاين شي خيمة تما ان شاء الله كاين شي كاين شي حركة ديال الخيل يا ربي هذا الصديق المتميز كبرنا جميع في هذا الدرب اكثر من 40 سنة ولكن عرف هذا الاخ عزيز غالي عضو الاتحاد المغربي للزجل واحد الاصوات الزجليين المتميزه والمتالقه على مستوى الوطن حياه دوزنا هنا ياك با بصح كذلك السي عبد الرحيم هو زجال مرموق ناحيه اسمه الزجلي عن جداره. عبد الرحيم ملي كيكتب القصيده كيعاني معاها ماشي كيكتب مجرد انه يكتب كلام وينتهي الامر. عبد الرحيم كيكتب القصيده واحد المده ديال 3 شهور 4 شهور حتى 6 شهور هو كيصيب فيها وكيخدم فيها. كبرنا بجوج مجموعين في هذا الدرب
هذا هو أعرق درب في مدينة المحمدية وفي أكبر كثافة سكانية، وهو اللي تحطوا فيه هي مستعمر سبعة ديال النويل كانوا هنا في السوق، سوق فضالة. أعتقد أن عبد الرحيم يقدر يتكلم لكم على المسألة هذه. عبد الرحيم دي نفري كامل صراحة. أنا كنعرف عبد الرحيم هنا في الدرب راه 40 عام دابا، رغم أنه كبر مني بشي 3 سنوات أو سنتين. راه لعبنا مجموعين هنايا، قرينا مجموعين مدارس، عندنا مدارس قريبة هنايا، مدرسة بشتالي، مدرسة الغازي، مدرسة رفيق، وكا كنا كنقولوا في الصغر. الطفولة ديالنا هاد ولاد الدرب وولاد الشعب وكذا، شي حاجة اللي ولات كدر في الخاطر. علاش؟ لأنه ولاد الدرب كانوا غير في الصغار، فهمتي؟ من كان جمال جميل، كتبقى أبواب مفتوحة، أي دار دخل ليها بحال داركم. التاريخ هذا كانت المحبة وكانت الصفا وكانت الزورة، عندها شروط وعندها حقوق، وهذا الضيف انتو لتاه. صح صح. هذه هي الدار فين تولدت وفين كبرت وقضيت هنا اكثر من 20 سنه. كانت هذه الدار غير سفليه، اما الان تبارك الله ولات كاين طوبيق فيها. وهنا كان جارنا سي جلول الله يرحمه، واللي كان السي عبد الله يرحمه، وكنا كنمشيو للسوق اللي مجاور هذا الحي وقريب منه بزاف، هو سوق الحد ديال الفضاله. دوزنا فيه طفوله جميله مع الحريقيه اللي حبونا في اللغه ديال الام، وتعلمنا عليهم خليفة. خليفة ولد قرض وعبد الكريم فيلالي كانوا حريقية عندهم صيت وطني. والآن نشوفوا المكان ديال السوق، سوق فضالة، سوق فضالة. يسمى بكري سوق فضالة وفي العالية في درب مراكش. يلا تفضل نشوفوا. الله ليس ببعيد عن هذا المكان توجد ساحة لا يعرف قيمتها إلا أبناء مدينة المحمدية. كانت عبارة عن سوق في الماضي القريب، وكان الزجال عبد الرحيم القلاع يستأنس بكلمات الحكواتيين والزجالين من هذا المكان في ستينيات القرن الماضي، ليطلق عليه اليوم قصائد كثيرة مثل السلطة والسوق، البنت تاكل ما. دابا الآن احنا كنتواجدوا بالمكان اللي كان فيه سوق فضالة. هاد السوق اللي كان عنده سمعة وطنية، كانت كتجي قبائل زايدة من سليمان، من بوزنيقة، من الدار البيضاء، الحي المحمدي، البرنوسي، يعني حرودة، جماعة اللي عرفت جماعة ديال الشلالات، موسى بن علي، موسى المجدوب. فكان كيعرف رواج كبير هاد السوق هذا، وكان الحد بالنسبة لسكنة المحمدية أو فضالة قديما بحال شي عيد. وكان ما يعجبوني في هالسوق هم الحريقيه، الفرجه، هاد الناس اللي بصموا فينا وحبوا لينا لغه الام والامثله الشعبيه وكلام سعد الحمام المجدوب. كانوا حريقيه من الطراز الكبير ولهم صيت وطني، كيحضروا جميع الاسواق وجميع المواسم في المغرب، بحال الخليفه، بحال قربال، بحال الرحاليه، بحال المسيح ولد عمو، بحال ولد قرض، بحال كل فيلالي ولد اسفي. كانوا حريقيه كيجونا عندهم واحد الصيت وطني كبير جدا، وبصموا فينا وخلونا نعشقوا هاد لغه الام. هاد المكان كان خاص بسوق فضاله. هاد الدنيا كلها كانت سوق، واجزاء كثيره من حي السعاده كانت فارغه، كانت هي تابعه للسوق. وكانوا كيجوا حريقيه مستوى عالي، وهما اللي خلوني نحب هذه اللغة ديال الأم، ونطور تجربتي الزجالية عن طريق حفظ الأمثلة، عن طريق كلام سيدي حمد المجدوب، وكثير من المتون الزجالية هنا حفظناها، وساعدتني مستقبلا في تطوير تجربتي الزجالية. ومع مرور السنين والزحف العمراني تم نقل السوق من فضالة للمحمدية إلى اللويزية، وفي حقه كتبت مرثية سلطة الأسواق، وغنقول لكم واحد المقطع الاخير منها. وهكذا جرى وصار، قالوا البنت كلات امها السوق حكام والمنفى،
بعد الصولة والزهوة ترميت رميت العدا وكانت مشيا بلا رجعة مكانك ولا خالي وخا الحجر والحيوس كناسك خالي مخلي حتى الكسدة بلا روح ما تساوي والي حتى الكسدة بلا روح داليا وعنب هلاوي وحق لوفة والحب الصافي بلا قدر أيا سوق فضالة أنا ما نسيتك أنا ما نسيتك أنا ما نسيتك. قصبة المحمدية التي تتواجد في قلب مدينة الزهور تحيط بسور عريق يشهد على تاريخ المدينة، وبداخلها توجد بنايات عريقة اعتاد الزجال عبد الرحيم القلاع زيارته باستمرار لكونه أبرز المناطق التاريخية بالمدينة. ذبحنا يا قدام باب القصبة المدينة القديمة المحاطة بصور والتي يصطلح عليها في علم التعمير فيل أنتراميروس أي الحي المحاط بصور أما في ميعود الأحياء المجاورة له فيطلق عليها أحياء خارج الصور فيل إكستراميروس. ودابا غندخلوا للقصبة لرؤية بعض المعالم داخلها. الله يبارك فيك أخويا تحياتي الله يحفظك تحياتي المعلم مبارك تحياتي كدير أخويا كيشي مليح كلشي موجود الجودة ودائما الجودة. هذا هو الصديق أنا كليان ديالو أكثر من 20 سنة فيما كنجي للقصبة كنتقدم من عنده مكينة المليح سي عبد الرحيم السجال ديالنا الله يعمر هذا معروف في المحمدية بالزجال وفي ما كيكون شي ملتقى ولا شي حاجه هو الاول كيمشي وكيضحي بالمال ديالو بكل شيء في سبيل مدينه المحمديه بالزجال. شكرا تحياتي المعلم الله يحفظك. حنا دابا قدام مكتبتي اللي كتضم بزاف ديال الكتوبه ديال الزجال وبزاف ديال الكتوبه اللي كتهتم بالثقافه الشعبيه. وبيدي الان ديواني البكر الاول الدول الاول اللي خرجت الراس بحر سنه 2012 وكيضم 12 قصيده. كما لدينا ديوان مشترك طبعاته جمعية الاتحاد المغربي للزجال دردبة على محلات الكتبة واللي شاركوا فيه سبعة ديال الزجالة عبد الرحيم باطمة عبد الرحيم القلاع عزيز بن سعد مومر زهرة الزريق عزيز غالي ودريس بن العطار. وكما قمنا بإنزاج دواوين مشتركة مع وزارة الثقافة ومن بينهما هالديوانين والآن غنعطيكم واحد المقطع من قصيدة الزمان حنا. حنا يا حنا غابت شمس المحنة قسات القلوب وسكنتها المحنة توحشت زمانك الدافي بالوقرة والحشمة بالجود والرحمة توحشت زمانك الضاوي بزورة بالأخضر بمحبة فيضة بحر. آه يا حنا بكات نجالي على أيام راحت ما ولات مرقومة في الدات وشام ومن بالي ما تمحات في غمضة عين وبلا ميجال ضاعت قيام بها حلمنا عليها عشنا هاجت عليها عوافي لهبة حرقت اليابس والأخضر سرقت من عقيق وزهر
شوف كنا وفين ولينا، اتردمت من تحت القدام الطريق وفي دروب الزحمة تهنا، لا من ياخد بيديك لساحل نجي يديك، كلها مدهي في حاله كلها مدهي في مكانه، يمول ويقول راسي راسي لخوت لحباب لعرمت راسي مراكب احنا في بحور بلا مراسي.